النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في مستدرك الحاكم من حديث أنس رضي الله عنه: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والهلكات والآفات. ثم قال: وأهل المعروف في الدنيا. المعروف في أصل اللغة هو كل ما عرفه عاقل ولا ينكره ذو فضل، ثم استعمل في عمل الخير مطلقا. قال: وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة،